يا اعزائي، برحب بحضراتكم مره تانية وجيفت معانا دلوقتي مع فقره وان شوت. زي ما احنا متعودين معاكم في فقرتنا وان شوت، اننا بنسلط الضوء على اهم الاحداث الرياضيه الايجابيه وبنتكلم عنها. النهارده مفيش افضل مننا نتكلم عن تواجد الدوري المصري محمد صلاح نجمنا ونجم ليفربول الانجليزي في قائمه افضل 30 لاعب في جائزه الكره الذهبيه للمره الخامسه على التوالي. محمد صلاح بيتواجد للمره الخامسه على التوالي في القائمه التي تم الاعلان عنها خلال الساعات القليله السابقه بعد لما تواجد خلال السنوات اللي فاتت. واذكر حضراتكم بالمراكز اللي حصل عليها صلاح، كانت كالتالي: 2018 كان مركزه السادس، 2019 كان مركزه الخامس، 2021 كان مركزه السابع، 2022 كان مركزه الخامس. مبروك للاعب منتخبنا الوطني، مبروك لنجمنا اللي متعودين منه دايما على الانجازات القياسيه اللي محدش قدر يحققها من قبله. وبالتاكيد بنطمح معاه في كل دقيقة، في كل ساعة، في كل يوم، في كل أسبوع، في كل شهر، في كل سنة، أننا نعيش معاه تفاصيل لحظات تتويجه بكل لقب، سواء فردي أو جماعي، لمنتخبنا أو لناديه أو لنفسه، لأنه سيبقى ذكرى لا تنتهي. صلاح مش للنسيان، وكلنا بنحترمه ونقدر قيمته، لأنه حقيقي مشرف للكرة المصرية والكادر المصري.